مرسومة على جهاز المالتيميتر، ضروري نعرف كل رمز إلى ماذا يشير. الرمز الأول اللي هو رمز الأوم يرمز إلى المقاومة. رمز الفي يرمز إلى الفولتية، الفي اللي يمها خط عدل يعني دي سي، يعني تيار مستمر، التيار اللي يستخدم في قياس الأجهزة الإلكترونية وأيضا يستخدم في البطاريات. اللي جوا الفي وصف هذه الموجة اللي هو الفي الأنالوج، في الأي سي فرق الجهد المتغير اللي يستخدم في المنازل. اللي تحته الأي يعني أمبير، اللي هو يرمز لقياس التيار. الأمبير يمها خط مستقيم يعني تيار دي سي اللي هو التيار اللي يستخدم في البطاريات أو في أو التيار المستمر في الأجهزة الإلكترونية. الأي أي سي أو يسمى بالأي أنالوج اللي هو تيار الأي سي، التيار الذي يستخدم هو التيار الذي يستخدم في المنازل. اللي تحت رمز الدايود، واللي تحت رمز المتسعة، وأكو سي بصفها يعني لها إشارة سي دي زي أو فهرنهايت، أيضا أكو نوع يستخدم لقياس درجة الحرارة والتمبرتشر. الآن وصلنا إلى نقطة جدا مهمة اللي هي كيف نقوم بعملية القياس. هذه كم منفذ أو كم منفذ عندي بالمالتيميتر؟ عندي هذا منفذ أحمر أحمر أحمر، ثلاث منافذ حمر يعني هما القياس الموجب، والأسود اللي هو الكوم اللي هو السالب. إذا أول شيء أنا أشوف هذا الأسود الكوم، أخلي المجس السالب هذا أدخله بهذا المنفذ اللي هو اسمه كوم. طيب عندي الباقي ثلاث منافذ لونهم أحمر، هذا المنفذ يم أي، وهذا أي يعني أمبير، إذن يستخدم المنفذين الباقيات لقياس التيار ما عدا كل الأشياء الأخرى موجودة بهذا المنفذ. تمام، يعني إحنا نخلي هذا الأسود هنا ثابت. المنفذ اللي بيهم أمبير أدول لقياس التيار ما عدا كل شيء، ما عدا نخلي الأحمر هنا. تمام، هذا الأمبير عندي ملي أمبير يستخدم لقياس يعني التيارات البسيطة أو الواطئة. هذا العشرة أمبير لو كان عندي تيار ثابت عشرة أمبير، يعني أنا ما ممكن إنه أخلي المجلس هنا، لازم أخليه هنا. أوكي، إذا هذول فيما يخص الأمبير. طيب المجلس الآخر شنو شغله؟ هو هنا أنا كاتب لي يستخدم لقياس الفي، الفولتية، الأوم، المقاومة، الهيرتزية، التردد، عندي الدايود، عندي مثلا السماعة أو البزر، عندي المتسعة، عندي التمبتشر، هاي الأشياء الأخرى كلها أخلي أحمر هنا. هذه النقطة جدا مهمة وجدا ضرورية ننتبه إلى المجلسات وين مكانها من نريد نقيس القطاع الإلكترونية. هسا رح نجي نقيس القطع الإلكترونية ونشوف شلون يشتغل المالتيميتر. أول نقطة لازم نتأكد أن المالتيميتر شغال ببطاريات تشتغل بشكل صحيح، لذلك نأخذ المالتيميتر ونخليه على إشارة البزر أو السماعة، هذه معناها السماعة أو الصوت. خلينا من هنا الإشارة، فتلاحظون خليتها على السماعة هذه، وراح أطبق الحار والبارد. فتلاحظون من أطبق الحار والبارد هنا، هذول الحار والبارد راح أطبقهم، حطتنا عندي السماعة أو صوت، معناها دا يشتغل بشكل صحيح بدون أي مشاكل. تمام، الخطوة الأولى راح أقيس المقاومة. إذا وين إشارة المقاومة؟ هنا أنا راح أخليه على الأوم. تمام، خلينا هسه المالتيميتر على الأوم. عندي هذه مقاومة، عندي هذه المقاومة، راح أجي أقيسها. المقاومة مو بيها موجب وسالب، لذلك بيأثر وين أخليها أو بأي طريقة أربطها. دائما نخلي المقاومة بهذه الطريقة، يعني أخليها هنا وألفها على الرأس بهذه الطريقة. عند نشوف إنه الرأس يعني بن أقدر أني ألفها عليه، وهذه أيضا جزء الموجب، أيضا أخليها هيك وألفها. طيب ليش لفيت المقاومة بهاي الطريقة؟ أنا أقدر ألزمها بهاي الطريقة، يعني أخليها على المجسات
وألزمها بإيدي ممكن؟ لا لا يفضل. لماذا؟ لأنه إيد الإنسان بها كهربائية، بها نوع من المقاومة، فما راح تطلع عندي القيمة صحيحة. المقاومة طارت. هيا أبدرا، مثل ما تلاحظون أمامكم، نقيس المقاومة بهذه الطريقة بدون ما نلمسها باليد. أوكي، إذا لاحظ إيش قد مقدار القيمة. يقول قيمة المقاومة هي 9.9 كيلو أوم، أتمنى يكون هذا واضح. 9.9 كيلو أوم يعني تقريبا 10 كيلو أوم. طيب لو أجينا وحاولنا نقيس المقاومة باستخدام هذا المالتيميتر اللي هو بيه أكثر من رينج، شنو راح تكون الطريقة؟ هسه استخدمنا هذا المالتيميتر اللي بيه أكثر من رينج أو بيه أكثر من يعني من رقم. طبعا مثل ما تلاحظون أمامكم، أنا وين مخليته؟ أنا مخليته على 20 كيلو أوم، مقدار المقاومة تقريبا. خلينا نفرض انه انا كنت مخليته على 2 كيلو اوم، يعني اقل من 10 كيلو اوم. شوف ايش يطلع، يطلع لي رقم 1. من يطلع رقم 1 هذه قراءة مو صحيحة، معناها انه قيمة المقاومة او قيمة الشيء اللي جاي نقيسه هو اكبر من هذا، لذلك انا مباشرة ارفعها لل 200 او لل 20 افضل، راح يقرأ لي اياها بشكل صحيح. تمام، فقط حبيت انوه على هذه النقطة لما تجون تشتغلون على مالتي ميتر مثل هذا النوع. الجزء الاخر راح نستخدم المالتي ميتر حتى نقيس الفولتية. الفولتية اللي عندي دا استخدمها هي فولتية مستمرة، فولتية دي سي، لذلك احول هذا الجهاز على الفي دي سي. تمام، ده يقول لك هنا دي سي وده يقول لك هنا في، خاف يعني ما تنتبه على هذا الموضوع. طيب كيف نقيس الفولتية؟ طبعا الفولتية أنا لنا ربط اليدين على التوازي، لذلك تكون الفولتية ثابتة في موضوع التوازي. ناخذ أدولي ونخليهم على أحد الأطراف هذه اللدات. يقرأ لي تقريبا 2.3 فولت، وهو تقريبا موجود بالجهاز 2.4 و 2.3 فولت. اوكي، لو اني قلبت المجسات خليت الحار على البارد والبارد على الحار، حيعطيني فولتية صحيحة 2.2 او 2.3، لكن يخلي بتفاعل سالب، معناها القطبية مقلوبة، لازم نرجعها بشكل صحيح. معناها الفولتية مقلوبة، لازم نرجعها بشكل صحيح. يلا يقراها صحيح، إذا هيك راح يطلع لي رقم سالب. هذا فيما يخص قياس الفولتية. طبعا ممكن احنا نستخدم أيضا إذا أريد نقيس فولتية البطارية، هنا بالبطارية حيعطيني أصلا هنا الموجب، حيقول لي إنه هنا أنا أصلا السالب. نجي وياكم إلى طريقة قياس التيار باستخدام المالتيميتر. طبعا قياس التيار لازم يكون على التوالي، يعني لازم أربط المالتيميتر ويا الدائرة على التوالي يلا أقدر أقيس التيار الكهربائي. يعني مثلا عندي هنا هذا باور اللي هو مصدر طاقة كهربائي، وعندي هذا الليت أو المصباح اللي راح يشتغل. احنا هذه دائرة متكاملة، يمر التيار اللي هو الموجب هنا ويدخل بالمصباح وبعدين يرجع هنا للسالب، فراح تصير دائرة متكاملة، دائرة مغلقة، فيمر بها التيار الكهربائي. طيب أنا أريد أعرف يعني هذا الليد إيش قد يستهلك تيار، إيش قد يأخذ مقدار طاقة، فلازم أربط اللي يعني يمر التيار، فلازم التيار يمر داخل المالتيميتر، لذلك لازم هذا التيار يمر داخل المالتيميتر ويرجع يفوت باللد او بالحمل يلا يجي يشتغل بشكل صحيح، او يلا اقدر اقيس التيار الكهربائي. يعني مثلا هذا المالتيميتر اعتبره هو عبارة عن سلك، يعني هذا المالتيميتر كأنما سوينا قطع بالدائرة بهذا المكان وربطنا الدائرة بهذه الطريقة،
فراح تصير دائرة مغلقة، يعني مجرد المولتيميتر راح يكون بداخله هو مجرد موصل يمر التيار الكهربائي داخل المولتيميتر، وبالتالي راح يقدر يعرف المولتيميتر ايش قد مقدار التيار الكهربائي اللي راح يستهلك او اللي راح يعني ياخذ هذا اللود او هذا الحمل او هذا الليد. لذلك من نريد نقيس التيار الكهربائي اللي بالنسبة للاي سي لازم يعني نربط الدائرة مع المولتيميتر او مع الاميتر على التوالي يلا يكون القياس بشكل جيد وصحيح. عدنا معاكم إلى طريقة قياس التيار. لما نقيس التيار أول شيء نسوي هذا المجلس نشيله نوخره من الفولتية والهيرس نخليه على الملي أمبير. ليش؟ نحن التيارات اللي عندنا تيارات واطئة جدا، فهذه أول خطوة نسويها وهي خطوة أساسية. ثانيا هذا الجيج نشيله ونحاول نخليه على المايكرو أو على الملي أمبير مثل ما تشوفون أمامكم. هاي الخطوة الأولى خلصناها. الخطوة الثانية نشتغل على الطريقة اللي قبل شوي ذكرتها بالشرح اللي مذكورة على السبورة. لازم حتى نقيس التيار لازم نقطع الدائرة على التوالي. تشوفون عندي هنا أنا 5 ليدات، فهنا أنا مذكورة القيمة أمامكم وعندي هذه الليدات تقريبا موجودة. راح أسوي قطع بالدائرة وأخلي المولتيميتر في وسط هذه الدائرة. فمثلا عندي هذا الجزء الأول راح أقطعه وأخلي المليميتر بالوسط، نقطع الدائرة نخلي الحار على الحار وهذا البارد. لاحظوا أمامي الليدات طافية، لازم من أربط أوكي اشتغلوا الليدات بشكل صحيح، وأيضا المولتيميتر أعطاني قراءة تقريبا 4.45 أو 4.5 ملي أمبير، أعطاني هاي القراءة تقريبا كانت مقاربة للقراءة المذكورة بالباور سبلاي، لكن بالباور سبلاي يعني هو ديطيني بالأمبير ديطيني القيمة المذكورة بالملي أمبير، هنا مباشرة بالملي أمبير يعني 4 إلى 5 ملي أمبير. إن شاء الله تكون الطريقة واضحة حتى تكون القراءة دائما صحيحة. تذكروا من نقطع الدائرة على التوالي ضروري انه تشتغل الليدات مرة ثانية. نشتغل على هاي الطريقة اللي رسمناها قبل شوية على السبورة. وهذا كل ما لدينا فيما يخص قراءة التيار الدي سي. وصلنا معاكم إلى طريقة قياس الدايود أو ما يسمى بالثنائي. الدايود يمتاز بكونه بولارايز يعني بقطبية، بولارايز يعني بقطبية يعني بموجب وبسالب. طيب كيف نميز الطرف الموجب عن الطرف السالب الموجود في الدايود؟ الطرف السالب هو اللي بيه إشارة أو هو اللي بيه هذا الخط الرصاصي أو هذا الخط الفضي. بنلقى خط فضي أو بنشوف خط فضي معناها هذا الجزء السالب الموجود بالدايود. نخلي المولتيميتر على إشارة الدايود وراح أستخدم هذا الدايود الصغير. طبعا هذا الجزء السالب موجود به، ما أعرف إذا كان واضح بالصورة، لكن يعني هو لونه خفيف جدا هنا ممسوح. الطرف الأسود أربطه بالجزء السالب أوكي، والطرف الأحمر أربطه بالجزء الموجب. وأيضا يعني مثل أسلوب أو مثل طريقة قياس المقاومة أقيسها بهذه الطريقة. هذا الدايود هو 6.6 اللي هو من السيليكون. طبعا الدايود يستهلك مقدار فولتية من أربطة في الدائرة الكهربائية، يعني ما راح يمر التيار داخل مرور الكرام، هو حالة الليد أيضا يستهلك فولتية. لذلك لازم يعني أخلي في الحسبان مقدار الفولتية الكلية شقيت، ولازم أزيدها لو كان عندي ربط، لو كان عندي دائرة دي سي ويكون ربط على التوالي، لأنه الدايود يستهلك يعني فولتية. في حال كان ربط على التوالي الفولتية تنجمع، فلازم أزيد مقدار الفولتية على مود يشتغل عندي الأجهزة الأخرى بشكل جيد وصحيح. هذا فيما يخص قياس الدايود. القياسات الأخرى المتسعة وغيرها وغيرها إن شاء الله في كل محاضرة راح نتطرق إلى قياس كل جزء على حدة. شكرا لحسن المتابعة
ونلتقي بكم في أوقات أخرى. إلى اللقاء.